سي محمد بودهرا، نائب رئيس فريق اولمبيك مراكش، غنهضر معك في الشق التسييري. يعني اليوم كانت هزيمه امام فريق الاتفاق، هذه امور تقنيه، ولكن بالنسبه لكم كان قرار اللي هو مجحف، يعني من الفرق اللي اضطرت هو تقنين سن الممارسه بالنسبه للاعبين ديال هذا القسم، هذا ديال القسم الاول. هو بالنسبه لكم كيفاش تعاملتوا مع سي محمد يعني هذا القرار هذا، وكان عليكم يعني توجدوا ليه الاليات ديالو التعامل ديالو يعني بسرعه كبيره، كيفاش تعاملتوا مع هذه القضيه؟ اول حاجه الاخ سي محمد كنشكركم وتنشكر الطاقم الرياضيه ومراكش الرياضيه على الحضور ديالو على التغطيه ديالته للانشطه الرياضيه في مدينه مراكش وعلى خصوص مقابله كره القدم. الوغ بالنسبه للقانون اللي سنت العصبه ولا فرضته العصبه اللي هو تقليص سن اللاعبين ل 25 اقل من 25 سنه، فعلا الخبط الظل ديالو على الامور التقنيه، لانه كنا مجبرين اننا نتخلاو اننا نغيزيليو مع واحد العدد كبير ديال اللاعبين، تقريبا تيتحدد في واحد 9 ل 10 اللاعبين اللي هما كانوا اونتر بارونتيز من بين الاسس ولا بين اللاعبين الاساسيين في الفريق. هذا ما كيمنعش وما يمكنش نتخبى وراء هذا القرار هذا، لانه قرار تيجري كيتجري علينا كيجري على فرق اخرى، يعني ماشي هو مثلا قرار نقولوا يعني سيبله واحد الفراقي على الاخرين ولا شي حاجه. الوغ هذا الشيء هذا فيقنا كي نقولوا باللغه العاميه اننا نفكروا في الشباب ونفكروا في ان الفريق يضخ دماء جديده ويبدل الجيل ديالو ولو واحد 40%. هذا اللي تاثر لينا، وذلك بجلب بعض العناصر الشابه اللي ما كتعداش العمر ديالها 20 21 سنه، اللي الان خصهم واحد شويه الوقت بوغ سادابتي مع الجروب. كي شفنا يعني كاينين عناصر اللي نقولوا ملي كيبقاو لك الاسس تاع كل خط، يعني خط الدفاع تيبقاو لك تقريبا واحد 3 العناصر، خط الوسط تيبقاو واحد 2 العناصر ولا 3، خط الامامي تيبقاو حتى 2 العناصر ولا 3. يعني كي نقولوا الاسس ديال الفريق ولا الركائز الفريق فهي موجوده، تيبقى جوست سميتو واحد شويه ديال الوقت باش تكون واحد لوموجينيتي بين العناصر القديمه والعناصر الجديده، اللي بعض العناصر منهم دخلوا اليوم وعطوا يعني لو البلاء الحسن في المقابله اللي كانت مقابله يعني نقولوا متكافئه. كانوا بعض الجزئيات البسيطه اللي حسمت النتيجه الا وهي ضربه الجزاء اللي مشكوك في الصحه ديالها ولا في هذا المصداقيه ديالتها. على اي كنتمنى انه هاد اللاعبين كي تنقولوا يكونوا عند حسن ديال الفريق والثقه اللي تعطات فيهم اللي تضعت فيهم، وحنا دائما تنلعبوا على الحدود ديالنا في هذا في الصعود. ان شاء الله الاسبوع هذا الاسبوع هذا وهذه المقابله هذه فهي مقابله للنسيان. كنتسناو الاسبوع الماجي ان شاء الله غادي عندنا ديبلاسمون لبوجدور، كنتمنوا ان تكون نتيجه ايجابيه اللي تكون ان شاء الله بدايه سلسله نتائج ايجابيه في هذه الترونش الثانيه البطوله ونحققوا المبتغى باذن الله. سي محمد، يعني حنا كنعرفوا يعني كيف كنقولوا الوعاء ديال اولمبيك مراكش، فريق اللي كي يعني الاسس ديالو يعني جو عائلي اسري، العلاقه ما بين المسير المدرب اللاعبين هادشي كله عبر التاريخ يعني كنشهدوا عليه بزاف تاع المواقف. بالنسبه لهاد اللاعبين اللي تخلى عليهم الفريق، لان كنعرفوا ولاد مراكش كاينين، في ولاد مراكش كاينين الناس اللي ربما ما يلقاوش انديه ما يلقاوش، واش ما فكرتوش بانكم تستافدوا منهم يعني من الخبره الكرويه ديالهم، يعني من ناحيه التكوين يشرف على الفئات من بعد ما يتكونوا يعني في الاطار هذا، يعني اشنو العمل ديالكم المستقبلي تجاه هاد اللاعبين، خاصه اللاعبين اللي حنا كنعرفوهم وكتعرفوهم نتوما وبلاو البلاء الحسن يعني في الزكو التوني ديال اولمبيك مراكش؟ وهو كيف قلتي راه في السؤال ديالك جواب اخويا السي محمد، لانه فريق اولمبيك مراكش هو الفريق اللي ما كيعطيش بالظهر للاعبين ديالو، لا ادل على ذلك انه الطاقم التقني الان عنده فيه لاعبين اللي كانوا لاعبين سابقين ودابا اطور. حنا في هذا الفولي هذا ديال المدرسه ديال الفريق، فاننا حنا بصدد تهيئ مشروع، يعني مشروع بما في الكلمه من معنى ان شاء الله، اللي غادي يكونوا فيه لي كاتيجوري كاملين ديال الفريق، وغادي يكون فيه المدرسه ديال الفريق، على اساس انه ومن المنبر ديالكم هذا، لانه كاين بعض الناس كيسالوا دائما اي وقت مثلا غادي يبدا الافتتاح المدرسه تاع اولمبيك مراكش، فانا كنقول لهم قريبا ان شاء الله، وتحديدا غادي تكون تنظيم ابواب مفتوحه بما في الكلمه من معنى، وفيها معلومات شافيه للاباء والاولياء، على اساس انه ابنائهم يتلقنوا يعني نقولوا واحد الدروس
تطبيقيه ودروس علميه في كره القدم. حنا بصدد تهيئ هذا البروجي هذا، وغادي يكون ان شاء الله الابواب مفتوحه في العطله الماجيه ان شاء الله ديال الدراسه، على اساس اننا ان شاء الله نفتتحوا المدرسه. وهذا جوابا على سؤالك، اننا غادي نستعنوا ببعض العناصر اللي كانوا لاعبين سابقين في الفريق، على اساس انهم يكونوا مؤطرين مستقبليين، لانه كاين واحد الثقه بيناتنا، وكاين واحد المعامله اللي دامت سنوات، فما يمكنش تلقى احسن من هاد الناس هادو، على اساس اننا ناخذوا بيديهم باش ياخذوا حتى هما لي ديبلوم ديالهم وياخذوا توارات تكوينيه ويكونوا رهن اشارات الفريق باذن الله.